كلنا عارفين الجملة المشهورة لأبو سعيد الأصمعي اللي بتقول ومن الحب ما قتل، لكننا النهاردة جايبين لكم مثال حي وعملي على تطبيقها. معناه ايه الكلام ده بالظبط؟ خليني اقولك. قامت فتاة هندية اسمها ماهي آريا بتأجير ساحر متخصص في تدريب التعابين السامة عشان تنهي حياة حبيبها أنكيت شوهان في منطقة هالدواني بولاية أوترناتشل في الهند، وده بعد ما حصلت خناقة كبيرة ما بينهم وهددها انه هينفصل عنها وهيرتبط بواحدة تانية عشان يجن جنونها، وتقرر انها تحط نهاية لقصة حبهم بطريقة مختلفة. فوفقا للي ذكرته صحيفة ديلي اكسبريس البريطانية، اثبتت التحقيقات ان آريا دفعت لساحر التعابين 10,000 روبية هندية عشان يساعدها في انها تنهي حياة حبيبها شوهان. وحسب ما انتهت له التحقيقات، آريا عزمت حبيبها على العشاء في بيتها يوم الحادثة. وقتها حط الساحر تعابين الكبرى المميتة في عربيته، واللي لدغته اول ما ابتدى يتحرك بالعربية في رجليه الاتنين، وده اللي تسبب له في فقدان للوعي ووفاته بعد كده بنقص في اكسجين الجسم. قوات الشرطة الهندية قالت ان المتهمة شافت فيديوهات على الانترنت بتتكلم عن كيفية اخفاء الادلة الجنائية والهروب بعد ارتكاب الجريمة من غير ما تسيب اي اثر للجاني تمهيدا لتنفيذ جريمتها. وبناء عليه قفلت ماهي الكاميرات الموجودة في بيتها قبل 20 يوم من الجريمة، وده عشان ما تسيبش وراها اي دليل. لكن زي ما احنا عارفين مفيش جريمة كاملة. بعد ما غاب شوهان فترة عن البيت بشكل غامض ومفاجئ، قررت اخته ايشا شوهان انها تبلغ الشرطة عن اختفاء اخوها، وفعلا عثرت الشرطة على الشاب متوفى في عربيته على احد الطرق السريعة في منطقة شالدواني الهندية. ايشا قالت في التحقيقات ان اخوها بلغها قبل ما يروح لحبيبته انه معزوم عندها على العشاء، ودي كانت بداية الخيط عشان الشرطة الهندية تكتشف حقيقة الجريمة. واللي اكد الشبهات والاتهامات على ماهي هي انكارها الموضوع ان حبيبها كان معزوم عندها على العشاء ليلة الوفاة، وده اللي كذبته الكاميرات الموجودة على الطريق السريع المؤدي لبيتها، واللي رصدت عربية شوهان وهو داخل البيت عندها يوم الجريمة. بناء على الملابسات دي تم القبض على المتهمة وشريكها الساحر وتحويلهم للمحاكمة بتهمة القتل العمد، واللي بنسبة كبيرة هيواجههم نفس المصير اللي رسموه للقتيل وهو الإعدام. وده يخلينا نقول فعلا أن من الحب ما